السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. في هذه الحلقة ضيفنا شاعر برع بإنسانيته وانتمائه لطينته التي لم ينسلخ عنها ولم يوفر فرصة ليصدح بإيمانه فيها إلا واستثمرها. شاعر حمل العراق في قلبه أملا وألما في آن واحد. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم مشاهدين الكرام، أرحب بضيفي في الأستوديو معنا الشاعر العراقي الأستاذ مكي النزال. أهلا بك أستاذ مكي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك وشكرا لكم على هذه الحفاوة وعلى هذا اللقاء، شكرا جزيلا. أستاذ مكي، عادة في اللقاءات الشعرية الموسعة كل شاعر يحب أن تكون له بداية مختلفة عن البداية التقليدية، لك أن تبدأ بما تحب، أن تكلمنا عنك، أن تكلمنا عن إصداراتك، عن أملك وربما عن الألم. البداية لديك. ابتداء عن الإصدارات، أصدرت ستة دواوين وكتابين في السياسة. جميل. إنارات على السياسة، إضاءات، وشاركت في دواوين مشتركة عديدة صدرت في العالم العربي، وأكتب المقالة أيضا، مئات المقالات نشرت وكنت محترفا للصحافة. يا سلام. في الشعر، يعني هو الشعر هواية، لكنها هواية تطغى على الكار، على الحرفة، على العمل، لأن الشعر هو ينبع من روح الإنسان. أكيد. ويعني إن تركت وظيفتك يوما وتقاعدت لن تتقاعد من الشعر. هذا وظيفتك يوما وتقاعد لن تتقاعد عن الشعر، لن تتقاعد عن الشعر أبدا، إلا إذا عجز الإنسان عجزا تاما ربما. أما عن الأمل والألم فهي ثنائية تلازمني، يعني حتى أني أكتبها أحيانا، ما كان من ألم ما كان من أملي أو العكس، يعني لا أحفظ شعري بالمناسبة، فيعني دائما تجد عندي هذه الثنائية موجودة، فلكل أمل ألم قد يفوق، يعني الأمل آلامه قد تفوق آلام الحزن. تلازمك هذه الثنائية بشكل دائم؟ نعم. ومستمر؟ نعم. والألم يعني تجد حتى القصيدة الحزينة يأتي بعدها ضوء الأمل أو نور الأمل، لأننا لا نريد أن نثبط همم الناس. جميل. ونتعبهم بما يختلج في داخلنا. أعطنا بداية شعرية مما تفضل وتحب وبطريقة مكة النزالة الخاصة، قبل أن نذهب إلى الحديث ولو جزئيا عن بعض إصداراتك والتعمق أكثر في ديوانك الذي ستقرأ علينا منه. بداية شعرية مختلفة عن أي بداية، تفضل. البداية يعني كتبتها صباح اليوم، أبيات يعني قصيدة لم تكتمل. يا سلام. وجاءت يعني تقرأها لأول مرة، هذه نعم جديدة. نعم، أنا نفسي أقرأها لأول مرة بعد كتابتها يعني، وأنت أول من يسمع والجمهور الكريم. يا سلام، تفضل. قلت لن يسكن الموج إذ يغتاظ تربيته، ولا نجاة إذا ما غاضب الحوت، ولا حياة لمن كانوا على أمل إن قالت الريح في صولاتها موتوا. يا سلام. حبل النجاة لمن يغتالهم غرق قبل الوصول بناب الموت مبتوت. حبل النجاة لمن يغتالهم غرق قبل الوصول بناب الموت مبتوت. يا سلام. يا من مشى والردى يقفوه منتبها، لعل مركبك المزهو تابوت. يا الله. لا تركنن إلى الآمال باسمة، إن الركون إلى الآمال تخبيت. ولا تكن عبد يأس عابس صلف، فاليأس في شرعة الأفذاذ ممقوت. جالد وجاهد وكن ذا همة فطنا كالعشب مهما اعتلاه الصخر منبوت. يا سلام. كالعشب مهما اعتلاه الصخر
منبوت جميلة هذه القفلة أستاذ مكي، لعل هذا النص الجميل وإن كان لم يكتمل كما تفضلت ربما يقودنا إلى حديث يعني نغطئ به لهذه الحلقة عن دور الشاعر في تعزيز الأمل في نفوس العامة بشكل عام. يعني هناك نظريتان، إحداهما تقول أن الشعر للشعر والفن للفن، وأنت لست حامل رسالة ولست نبيا ولا تكلف خاطرك، اكتب للجمال اكتب لنفسك. من المؤكد أنك خصم هذه الرسالة. نعم، أو هذه أنا الفكرة. أقدر لمن يريدون ذلك، يعني هو خيارهم وهم اختاروا هذا الطريق الأناني نوعا ما، ولكن أحسنت. هم ليسوا مجبرين لا شرعا ولا قانونا، ولكن أخلاقيا أنت حباك الله هذه الموهبة أو نعم. الملكة ولها زكاتها، تغزل ما شئت، اكتب عن الطيور اكتب عن الأشجار، ولكن لا تنسى الجائع والمحروم، ولا تنسى الوطن، ولا تنسى الأمة، ولا تنسى الحكمة، ولا تنسى الدين. كن دائما أنت حامل راية. هذا رأيي. يعني هذه الموهبة لها زكاة. نعم، وزكاتها الانتماء إلى شريحة البسطاء والتحدث بلسانهم. نعم نعم، ونحن فعلا منتمون إلى هؤلاء. يا سلام. يعني أنا منذ طفولتي أحب مخالطة الناس البسطاء والفقراء، لأنهم الأنظف قلبا. أما احترامي للأثرياء يعني ليست قاعدة هذه، لكن أنا أحب أصدقائي من البسطاء أكثر، وحتى في السياسة أتقرب إلى من لم تجرفهم السياسة. ويعني صديقي إذا صار مدير بلدية بسيط أترك زيارته. فهكذا أنت يعني بهذا الاختلاط وباندماجك مع قضيتك الوطنية والقومية والأممية عموما، نعم. أنت يعني يخرج الشعر منك بحسب بيئتك فعلا، وبحسب تفكيرك، وبحسب أحاسيسك. حسنت. لذلك ترى الغزل يختلط بالوطن، والوطن يختلط بالغزل في القصيدة الواحدة، ومن الممكن التغزل بالوطن أيضا. والتغزل بالوطن أيضا موجود، ولكن أحاول دائما إن وردت شكوى في الشعر، أنا أكره الشكوى، يعني عندي ربما غرور لا أدري، لا أشتكي، فإن اشتكيت يعني هذا نابع من نفسي أو عاني من شيء ما، تراني أنقلب. يا سلام. فأدخل في عالم عنفوان الوطن وعنفوان الشعب وروح المقاومة والمجالدة. هذا دليل انقاطع على أن الأمل يشدك إلى مربعه أكثر من الألم. نعم، لأن الرسالة في التعبير عن الألم نوعا ما، ولكن في تثبيت أركان الأمل، لأن الأمم لا تعيش إن فقدت الأمل. يا سلام. وتذهب أدراج الرياح، وعندنا أمثلة يعني في أمم تخاذلت فضاع تاريخها وضاعت شخصيتها واندمجت مع من أذلها. حسنت. أريد قصيدة تكون مفتتحا لهذه الحلقة، قصيدة مما تحب من أي أغراض الشعر التي تفضل، اقرأ علينا يعني ما تود أن نسمع. لن نقول قصيدة لأن عنوان الديوان اقرأ مخيف. ما تحب لا بأس. عنوان الديوان مخيف، وهو القلائد الطوال. القلائد الطوال، ما الذي رمزت إليه بمثل هذا العنوان؟ لماذا وصفته مخيفا؟ لأن قصائده طويلة. مخيف يعني لطول يعني القصائد لا بأس. أحدى القصائد 123 بيتا. يا الله. وأقلها 40 بيتا. أقلها 40. فطبعا هذا لا يلائم، فنقرأ جزءا من تفضل من قصيدة. ونحن واثقون أنك ستحافظ على فكرة النص بالأبيات التي ستختارها من أي القصائد شئت إلقائها. كلنا شوق. تفضل أستاذ مكي. يعني حقيقة هو حيرة، ليس كذلك؟ يحتار عشوائية ستكون. دعها تأتي كما تأتي. تفضل. اتخذت طريقي في المجرات سائحة، أضيء كنجم
دار جذلان سابحا حملت شجوني زاد صب مسافر يغاضب عن بدر بهي منافحا وأمطرت عطرا للذين تألموا يا الله وكنت لعطش الروح بالشعر ناضحا لوجه ابتسام رغم ما كان من أسى ولم يك عمن جاء بالسؤل شائحا يلاقيه قلب بالحنان مرحبا بمقدمه والعقل يلقاه راجحا وليس غريبا أن أخيل ما أرى قصيدا وفكري يعمل الجد كادحا أحاور قلبا ضج بالعشق هائما أشاطره الآهات شيخا مناصحا يا سلام سلمكم الله وأكظم غيظا كاد يودي بحكمتي وأغزو بحلمي لجة الليل فاتحا تعلمني الريح العزوم اشتدادها وترشدني الأنسام للعطر فائحا وبين براكين وثلج رأيتني رقيما قضى مر الدهور مكافحا مسافرة روحي إلى الأمن بالحجا ويرحل قلبي عن مآسيه نازحا يا سلام أفتش في الآفاق عن ومضة السنة وأرصد في الأفلاك بيضا سوانحا لبغداد أهفو مستفزا بجرحها أذب بصدري عن يديها الجوارح الله أضللها بالحب من نار حاقد وأسقي ثراها من دم الحر سائحا أقول خذيني يا نصال ولن تري سوى صابر يقضي رضيا مبارحا فلا نام عنك النبض يا أم قلبه يجالد بالأنسام عنك البوارح وإن كلت الكفان والسيف والقنا رفعت جهور الصوت بالحق صادحا أصارع من باعوك ما دمت ناطقا يا سلام وإن كنت أجثو بين عينيك رازحا جميل هكذا يعني يكفي لأن القصيدة طويلة جدا جميل جدا وإن وسبحان الله جاءت مع غرض مثل هذا القصيد لا يمل من حقيقة أستاذ مكي قبل سمع. قليل قلت لي إنك ترفض الشكوى بالشعر أنت متصالح مع الأمل وإن كان الألم رفيقا للأمل بتجربتك الشعرية لكن عن مهمة الشاعر في طرح المشاكل وافتراض الحلول هل هي واجب أم اجتهاد أم أن مهمة الشاعر تتجاوز مثل هذه الفرضية يعني أنا أقول الشاعر لا نفرض عليه شيئا إن كان شاعرا فقريحته هي التي تملي عليه أحسنت فإن كان في الملاهي والبارات سيكتب لنا خمريات وإن كان يفكر بوطنه سيكتب لنا وطنيات وإن كان حكيما سيكتب لنا حكمة وإن كان عاشقا وإن كان عاشقا أو يعيش في زمرة عشاق كما سيكتب في الغزليات سيكتب لنا غزلا الحقيقة يعني لا أفرض على الشاعر ما دام شعره لا يتجاوز الحدود التي نعرف ولكن أفضل الشاعر صاحب الرسالة ولي بحث في هذا الموضوع قدمته في مؤتمر لهيئة علماء المسلمين أسميته شاعر أو شعراء الموقف يا سلام وأوردته عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله مثلا لهؤلاء الشعراء رحمة الله عليه يعني تجاذبته الرياح ولكنهم ثبتوا على مواقف أو صدروا مواقف معينة تمثلهم آمنوا بها فكتبوا عنها وتمثلوها نعم فما دام قد ثبت على موقفه فهو إذن شاعر إنسان وشاعر رسالي. رجل وشاعر صاحب رسالة إلى أن توفاه الله رحمه الله وهو في الغربة ويحن للعراق ويتمنى أن يدفن هناك وجاءته شخصيات
من الرئاسات الكبيرة في النظام ورفض أن ينضوي تحت أجنحته. أحسنت. كلمنا الآن عن فكرة الأمل في نفس الشعر وكيف أنها محرضة على الإبداع ومحفزة لفكرة الكتابة. يعني الشعر العربي الحزن يحفز أكثر كما قلت. يا سلام. يعني الحزن عندنا متأصل وعند العراقيين أكثر شيء. ما السر في ذلك؟ يعني لأنه أنت تعبر عن شعور وأكثر شعور يؤثر في نفسك هو الحزن. هل لأننا دائما أمة مضطهدة مظلومة؟ أبدا هذا هو السبب؟ نكون مضطهدين. يعني مثلا أنا في السبعينيات كتبت بعض الشكوى، يعني أذكر بيتين: ستظل أضراع الحياة عجافة وأظل فيها أطلب الإنصاف. يا سلام. وتظل أضراع جميل هذا البيت. والبيت الثاني: وتظل أمواج الحياة ربما عنيدة وأظل فيها أضرب المجدافة. كان عمري 16 سنة لما قلت هذا، ومن يعرفني في ذلك العمر وفي تلك السنين وضعي الشخصي كان بعيد جدا عن هذين البيت. لكن هذه الأبيات فيها عناد أكثر مما فيها حزن. نعم، أنا هكذا، يعني الحزن موجود لكن كيف ترد عليه في نفس القصيدة، وأؤكد في نفس القصيدة، إذا لم يكن في نفس القصيدة يا سلام. فهي التي ستصل عارية من الأمل. أنا يعني وإن ربما عندي، أنا لا أحفظ شعري، إن كان هناك قصيدة من هذا النوع فأنا أعتذر لمن يقرأها. يا سلام. وأستغفر ربي لأننا لا نزرع اليأس. حسنت. ولسنا كما يسمى في العراق رواديد أو عدادات يقرؤون ليبكوا الناس. أحسنت. اقرأ علينا شيئا جديدا وليتك تطيل هذه المرة، مسموح لك الإطالة عن القصيدة السابقة، خذ راحتك، اقرأ القصيدة التي تحب. لنرى هذه، ما اسمها القصيدة؟ أيا من رأى بغداد. تفضل. تذمر منك الليل تحصي كواكبه، وعينك من فكت تناجيك عاتبة، وبدرك لما حان أن يترك المدى شكى نجمة من أول الليل غائبة، تفاقم فيك الشوق والشوق محرق، ونارك من فرط الصبابات لاهبة، ستلفيك شمس الصبح ملقا بدربها، فتقرض ما قدمت لليل غاضبة. يا سلام. وترمقك الأشجار نظرات دهشة، ويكبر منك السهد في عين راهبة، تراك حنون القلب في عالم قسى، وسحنتك البيضاء صفراء شاحبة، ألم تدري أن الأمس ولى بسخطه، وأن جديدا جاء يدني مراكبه، تأنيت حتى خالك الوقت ساكنا، فحرك في عينيك رهوا أقاربه. الله. تأنيت حتى خالك الوقت ساكنا، فحرك في عينيك رهوا أقاربه، وأسرفت بالتجوال والكون نائم، تطارد خيلا في المسافات صاخبة، تطارد خيلا في المسافات صاخبة، تلملم من أحلام من نام وادعا خيوط حرير للمحبين جاذبة، لتنسج منها الشعر حيا، وقد بدت قريحتك المعطاء في الحزن ذائبة، سخي عطاء الهائمين بغربة. الله. سخي عطاء الهائمين. سخي عطاء الهائمين بغربة، وزاهدة كف عن العشق راغبة. الله. ومن خبر الدنيا وأشراط غدرها، تفتح كالأزهار يهدي تجاربه، يسير وحيدا بيد أن الذي يرى مسيرته يحصي عليه كواكبه مواكبه، يرافقه التاريخ في كل خطوة وحكمته والذكريات المشاغبة.
وجند من الأحزان يحمون قلبه وبسمته المخفات تزهو مواربة، تباريه ريح تضرب الدرب حوله وتمنعه من داهم أن يحاربه، وتردع ذئب الفقد عن بهجة المنى وتحرص إما اشتد أن لا يجاذبه. يا سلام. أيا ريح أقداري ظننت بك الردى وخيبت سوء الظن ما أطاء واهبة. أنا الشاعر المنذور، أنا الساهر المنذور للبحر قلبه، ومن حلمه يلقي لغرقاه قاربة، يعز على عيني نوم وغفلة وعندي نفيس واجبي أن أراقبه. ومثلي إذا ما اختاره الكون حارسا يؤدي بحرص الفارس الفذ واجبه. الله. بلا قسم أوفي بعهد عقدته، وحقي إذا ما ضاع طاردت سالبة. وحقي إذا ما ضاع طاردت سالبة. جميل. أناجزه بالعزم والصبر والنهى، وإن سليب الحق يعرف جالبة. أبارز سيف الكبر بالكبر شامخا، وما كنت إلا بعد شوطين غالبة. يا سلام، جميل جدا هذا المعنى. أجالد في دربي ثعابينه التي تطاردني لهفة وأقصي ثعالبة. الثعالب تستحق أن تقصى، وبعد هذا الإقصاء للثعالب التي تكره الأمل وتسعى إلى مضاعفة الألم، ليس في وجدان الشاعر فحسب بل في وجدان كل حر، ولكن الأحرار لهم عزم يجعلهم دائما على صراع مع كل ظلم، مع كل من يستكثر عليهم حقوقهم، مع كل من يرفض أن يمد لهم قارب النجاة، لأنهم يدركون أنهم الأبقى في أوطانهم والأكثر حباً لهذه القصائد العذبة التي تذكرهم بما هو واجب. لابد بعد هذه الوجبة الدسمة من استراحة قصيرة، ما رأيك؟ نعم. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل هذه الحلقة، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الاستوديو الشاعر العراقي المميز جدا الأستاذ مكي النزال. حيا الله أستاذ مكي مجددا. وقبل الذهاب إلى قصيدة من قصائدك العذاب مجددا، دعنا نتحدث قليلا في موضوعنا، يعني بين الواقع والمتخيل، كيف يمكن للشعر أن يدرك الواقع والمطلوب منه من أجل معالجة هذا الواقع؟ عن دور الشاعر في معالجة ما حوله من صعاب، من أمراض، من إشكالات، أم أنه لا علاقة له في ذلك؟ لك الكلمة. نعم، نعود إلى موضوع يعني النقاد والمهتمين بالشعر. نعم. وهم ينقسمون، يعني عند بعض يعني استوردنا من الغرب أن الشعر هو كله يفترض أن يكون خيالاً، يعني أن لا تلامس أرضه خيالا وترفيها وشكلا من أشكال المتعة أكثر، يعني أو الترفيه، يعني يقولون هو فن والفن كذلك. أما الحقيقة فحتى الخيال هو ينبع من الواقع أو يحارب الواقع. يعني أنا أنظر إلى بعض القصائد ولا أذكر كلام النقاد، أو صورة من صور الاستيراد ما نتمناه، الشكل. نعم. الذي نتمناه. نعم. المثالية، هو يطرح ما نريده وليس بالضرورة ما عندنا. الله، جميل. وهو يحارب
هذا الشيء الذي في داخلك الذي يؤذيك. الخيال يأخذك بعيدا ويأخذ جمهورك معك إلى حيث يشاء من الجمال، من الدهشة مثلا. نعم. لكن يبقى الواقع. يعني أنا لا أحبذ فكرة أن الشافعي ليس شاعرا. أحسنت. الشافعي رحمه الله شاعر، شاعر كبير، لديه صور جميلة فعلا، بالرغم من يعني جفاف الخيال في مواضيعه. ربما غلبت الحكمة على أبياته. نعم. الشعرية أكثر من الصورة التعبيرية أكثر من الصورة الشعرية. نعم، يحبون المتنبي. نعم أكيد، لأنه حكيم. هو يقول إن أنا حكيمان وشاعر، وقالها أبو العلاء عنه أيضا، هو وأبو تمام والبحتري شاعر. يحبون المتنبي، شعر المتنبي لنقل حتى نكون منصفين، ولا يحبون شعر الشافعي. هنا تداخلات السياسة والدين، لأنه تميز أو لأن الحكمة كانت طاغية على التشكيل الشعري في نصوصه. تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة، كلها قيم، كلها نصائح. حتى أن إحدى أغانيه غنيت ويرقصون عليها في الحفلات، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. أظن أن هذه للشافعي. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا انتهاء، وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. فهذا يعني القصيدة التي قرأها بحضرة هارون الرشيد على ما أذكر. نعم، الشعر يعني هو كل شيء. الشعر هو كل الكلام الذي يمكن أن يقال. يعني يمكن أن يكون مخاطبة لطفل. نعم. لوردة، لعندليب، لأسد، لوحش، لغول، والغول خرافة. يمكن جدا، أو خرافة، يمكن جدا أن تخاطب الغول فأنت شاعر. أما غير الشاعر إن خاطب الغول قلنا هذا جن الرجل. فمس الشعر هو قريب من مس الجنون، ولكن هناك له ضوابط وله لغة تحسنه في عيوننا. إذن المعادلة هي واقع وخيال. من قال إنه خيال فقط ستكون القصيدة يعني عائمة لا عمق لها، وأما إن كان بعض الواقع مع بعض الخيال أظن أن هذا هو الأفضل يعني في الشعر. الشاعر الرسالي هل مطلوب منه ومفروض عليه أن يسعى لمعالجة الواقع أو تقديم قراءات من خلالها يتحسن واقع أبناء مجتمعه؟ هل هذا فرض عين على الشاعر صاحب الرسالة؟ نتحدث هنا عن صاحب الرسالة. كما قلت، هو لا أحد يفرض على أحد في الشعر بالذات. يعني أنا مثلا أكتب في صحيفة، يمكن لرئيس التحرير أن يقول تناول موضوع الفلاني. نعم. أما في الشعر لا يمكن لأحد. وممكن أن تطرح أنت قضية معينة من تلقاء رغبتك. نعم، دون أن يفرضها أحد عليك. كما قلنا، من معايشتك أنت ومن داخلك. أنت مهموم بقضية فلسطين، ستكتب عن فلسطين دون أن نفرض عليك. أما أن فرضت عليه دخلنا في النظم ودخلنا في المشاكل وخرجنا من الشعر. فللشاعر أن يكتب ما يشاء، فإن طبعا نحن لا نقول له لا تكتب تتجاوز الحدود، لكن نعم. لأنه لا يستطيع. لكن إذا تجاوزت الحدود وأنت تكتب أو تقول، يعني الشعراء بعضهم يقول القصيدة قولا، فقبل أن تقرأها لغيرك ثقفها. حسنت. ونقها فقط ما يتجاوز يحاكمها بميزان ثقافته. نعم. ثقافة وعاداته وتقاليد أبناء مجتمعه. نعم. الشرع والعرف ليس. نعم. كل العرف طبعا، بعض أكيد العرف مرفوض أصلا. صحيح، ليس كل العرف، يعني بعض أعرافنا العربية لا ترقى إلى أن تكون أفكار إنسانية. أنت قلت أصلاً للشاعر أن يكتب ما يشاء. نعم. وأنا أقول له أن يقرأ أيضا ما يشاء. إذن نقرأ. اقرأ علينا ما تحب. يبدو أن الله قد بارك لنا في الوقت. أكيد، الوقت مبارك فيك ومعك. يعني اقرأ القصيدة التي تحب. الآن لا بأس ولا مشكلة بعدد الأبيات، دع القصيدة تقودك قراءة إلى حيث تشتهيه. نعم، تفضل. إن شاء الله. أقول: لا عذر لي، لا عذر لي إن قلوت الشعر
مكتئبة فكل عدته عندي وما طلب. يا سلام. لي ملهم لو رآه الطفل لانتفضت فيه الحروف وخطت كفه كتبا. يا سلام. من نظرة تشرع الأقلام رحلتها مع القصيد ويعلو النبض مضطربة. تساقطت من فمي أبياته مطرا شوقا وعشقا وتوصيفا له عجبا. الله. أنا الوليد الذي من فك مبتسما حتى وإن سعروا في مهده اللهبا. حتى وإن سعروا في مهده اللهبا. أنا الوليد الذي من فك مبتسما حتى وإن سعروا في مهده اللهبا. جميل. ولم تزل تملأ الآفاق صرخته وعينه ترقب الأفلاك منذ حبا. هو ابن من صنعوا تاريخ عالمهم وقارعوا الظلم لما جاء حشد دبا. بين الأجنة والأرحام واشجة إن ضيعت سببا ألفت لها سببا. يا سلام. وأنت من ولدت روحي لتملكني وأصطفيها ملاذا هانئا رحبا. غردت كالطير في كفيك منتشيا والكون أنصت لي مستأنسا طربا. وقاربتني الرؤى ترجو مصاحبتي. وقاربتني الرؤى ترجو مصاحبتي. وكل ذي كبد حرى لينتسبا. يا سلام يا سلام. لما صدحت بما في القلب من وله دنت إلي رياح تحمل السحبا. وغازلتني عروس الجن ساحرة بكل فتنتها تدني لي الأربا. قالت ألست ترى ما حزت من ألق؟ أقبل لحلو حكاياتي تذق رطبا. يا سلام. قدم تنل وابتدر تغنم فلي خلد للشعر يهفو فإن أطربته وهبا. قدم تنل وابتدر تغنم. يا سلام. فلي خلد للشعر يهفو فإن أطربته وهبا. الله. قل ما تشاء فلا قيد على ملك يصوغ أحرفه من قلبه ذهبا. قل ما تشاء فلا قيد على ملك يصوغ أحرفه من شعره من قلبه ذهبا من روحه ذهبا. أكيد. الله. أكيد. جميل. سأرقص الأرض تحتي إن ترقرق لي منك القصيد فأغدق ودقه قربا. قلت الذي رمته ما عدت أملكه كأنه من يدي في غفلة ذهبا. كأنني بعته في لحظة عبرت كالبرق خاطفة من بعدها نهبا. وليس لي بعد أن أسقطت ذاكرتي إلا جديد بمن في حسنها كتبا. هي التي ورثت كنزا شححت به على الملوك وعن أترابها حجبا. وأقفلت بابه إلا لها وبها أنا تشاء هما عطرا وبوح صبا. قالت فتنت ورب الشعر يا ملكا تهابه الخلق إن أرخى وإن غضبا. بطفلة ترقب الأنسام همستها كأنها أطلقت في الأفق ريح صبا. ومن تسابقها في السحر خاسرة وهي التي بلغت في سحرها الرتبا. يا سلام. قل ما تشاء بها واهنأ برفقتها ولو بحلم وجد فيها بما عذبا. يكفي النساء إذا أعددن متكئا أن يستمعن لما من نبعها سربا. الله الله. ما أجملها من قفلة أستاذ مكي. جميل جدا. ربما سأخذك إلى حديث من نوع مختلف الآن. يعني ليس الشاعر بطلا قوميا أو بطلا في وطنه،
لكن هناك من يرون أنه من الممكن أن يكون الشاعر أو المثقف كذلك، ما رأيك في هذه الفكرة؟ الشاعر بطل، يعني ربما ورد في إحدى القصائد التي قرأناها أو في اثنتين ما يلمح إلى ذلك. نعم، الشاعر بطل وملك. يا سلام، الشاعر فوق هذه الرتب بما أعطاه الله، فإن شاء أن يحتفظ ببطولته وبمملكته وعرشه وقفطانه وصولجانه فله ذلك، هذا يكسبه مما قلنا يكتبه لرعيته، لنقل يا سلام لمن يحبونه، لأبناء وجعه، أبناء وجعه وأبناء حلمه وأبناء وطنه وأبناء أمته يريدون منه كل ما يريدون هو بعض الشعر. يا سلام يا سلام، فإن استمسك بما أعطاه الله فهو له عظيم، وإن شاء أن يتخلى فليذهب راشدا إلى غير ذلك. فكرة أن الشاعر ملزم بنصرة الحق والدفاع عنه، كلمنا عن هذه القيمة. يعني هو الإنسان ملزم عادة، والشاعر التزامه أكثر. يعني أنا مثلا، أنت في فلسطين وقتل مثلا محمد الدرة، لا بد أن تقول شيئا في ذلك. قصف العدو بيتا وقتل أطفالا، أنا في الفلوجة نفس الشيء، إخواننا في جزيرة العرب مثلا يروننا نقتل، عليهم النصرة سلاحك. لكنك مؤمن أن الفكرة تتجاوز المحيط الجغرافي الذي ننتسب إليه في الأثر والتأثير، يعني هو والتفاعل مع القضايا بالنهاية هي إنسانية. طبعا لنا في أمريكا، يعني تصور يقول لك اقرأ علي شعرا وهو لا يتكلم من العربية خمس كلمات، يقول له سحر خاص طبعا، والأكثر من ذلك حينما تقرأ له القرآن الكريم. يا سلام، أقرأ ولا يفهمون، لكن يقولون نحس بكل دفقة صوت بشيء. هذا السحر يعني. نعم، في الشعر، يعني هذا السحر في الشعر. الكتابة شكل من أشكال الحرية، والشاعر الحقيقي يأبى إلا أن يكون حرا. نعم، صدقت، عبارة جميلة جدا أؤيدها وأثني عليها وأثني عليها. كما قلت أنت تختار، الله أعطاك الحرية سبحانه وتعالى، ولك أن تختارها أو أن تذهب فتصير عبدا لرغباتك أو للسلطان فلان الذي تمتدحه مثلا. يا سلام، نريد قصيدة الآن، لم نمل بعد ولن نمل أكيد. بارك الله عليكم. نريد قصيدة جديدة تقرأها علينا أستاذ مكي، لك المنبر دائما، تفضل. هذه القصيدة الأولى لنقرأ حتى لا نكون انتقائيين يعني. اقرأ ما تحب وانتقي كيفما شئت. القصيدة اسمها أنا، وطبعا الأنا عندي كثيرة، وفصلها الأستاذ حارث الأزدي، مع أني لم أقرأ الدراسة لكن يعني سمعت عنها. يعني الأنا في شعر مكي النزال، وأخذ نموذج القصيدة الطويلة بنت قومي، وربما كانت هي الأنا التي تتحدث بلسان الأنوات مجتمعة. نعم، لنا يعني كلنا، هي أنا وهي نحن. عظيم. نعم، أسمعنا. وهي من أعبر عنهم. تفضل. ألا أكون أنا أو أن أكون أنا، ألا أكون هنا أو أن أكون هنا، أن أضرب الأرض شرقا دون ما وجل، أو أن أكون الذي في قيده وهنا. مسائل لم تزل تجتاحني حقبا، كأنها أقسمت أن أدفع الثمن. يا سلام. لا بد لي أن أرى ما قيل ليس يرى، أو أن أهيم سدى ما دمت مرتهنا. تمزقت صفحة بيضاء كان بها سر، على كنزه أبقيت مؤتمنا. رزمت من حاضري أوراق حيرته، وجئت من أمس بالتاريخ،
مفتتنا يا سلام، ولم أزل بغد يعلي عقيرته حتى ارتقى وتجلى صوته فطنا مخاطبا خافق المغلول من زمن في صمت حيرته أن يقطع الرسنا. الله الله الله، أعد أعد البيت الأخير. مخاطبا خافق المغلول من زمن في صمت حيرته أن يقطع الرسنا، أخرجت من جعبتي سهما لأطلقه على المدى حاملا قلبا بيمتحنا، وغصة لم تزل تعوي على أمل تباعدت روحه مهما إلي دنا. يا سلام. أنا الغريب الذي لم يؤوه أحد، وكنت في كف طفل أنشد السكنا. أنا الغريب الذي لم يؤوه أحد، وكنت في كف طفل أنشد السكنا، وبعد أن أنضجت تبريح تجربتي آويت في أضلع الأيام والمدنا. يا الله يا الله، آويت في أضلع الأيام والمدنا، والمدنا مددت جسرا إلى أبراج أخيلتي لمن أراد ارتياحا من فصول عنا. ومن يرى بائسا يرثى للهفته أذيقه من معين الوعي شهد غنى. أنا الزعيم بإدراك الغواية مذ لمستها شاغبا يا سلام في ساحها علنا. عرفتها ومشيت الدرب رفقتها كطائر يوم ريح يحضن الفننا. يا سلام. وكفها أمسكت كفي تعلمني تحليقها في سماء أثقلت مزنا. الزهر والنخل والأنسام تقربنا، وصاحبات الثريا كم فرحن بنا، وفي مجاهل ليل التيه ملعبنا مباحة فيه أشواط مهدن لنا. أقمت حفلا لأشباح تطاردني. يا سلام. وكلها أقسمت أن تنقض السنن، لكنني لم أزغ إلا بقدر هوى يزيح عن كاهل الوسواس والحزنة. وكان في شرها خير ظفرت به كدرس شيخ جليل يخرق السفن. حتى وعيت وجمر حل في كبدي له على القلب دفء وانعكاس سنة. زرع السؤال نما علما وأجوبة في طين من نبذوا إذ أكرموا المننا، إذ أكرموا المننا. وكانت الروح غيما هطله غدق، وخيمة ظللت من ظنه حسنا. علوت حتى بدا لي الكون عش قطن. يا سلام. وليس فيه بقاء للذي قطنا. علوت حتى بدا لي الكون عش قطن وليس فيه بقاء للذي قطنا. يا سلام. اتخذت منه قليلا من مساحته تضيء في داخلي أسميتها وطنا. تضيء في داخلي. اتخذت منه من هذا الكون قليلا من مساحته تضيء في داخلي أسميتها وطنا. كم طوقوها بأسوار مشوكة، وكل ذي نفس في طوقها سجنا. وكم أشاعوا رهابا في أزقتها، وكم عليها طريد بالرصاص فنا. سموت حتى تلاشوا واختفوا وغدوا لا شيء يبصر للماح حيث رنا. وحين ساد سكوني واستوى ألقي على الخليقة واستبصرت ما بطنا، أرحت رأسي من ظن ومن قلق ولم أقارب شكايات ولا شجنا. نادمت نفسي واستمرأت رفقتها وعاهدتني
على اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يعني ما أجملك أستاذ مكي. أيضا طويلة القصيدة، ما أجملك. ربما هذه الأبيات العبقرية بحكمتها والحكيمة بعبقريتها كذلك تقودني إلى السؤال إشكالي، واختلفت إجابته من شاعر إلى شاعر، عن دور الشاعر في مشروع انتزاع حريات شعبه، تنبيه أبناء جلدته إلى ضرورة انتزاع حريتهم. يعني عن دور الشاعر هنا لنخرج من الرتابة قليلا. تفضل. أظن أنه روبسبير الذي كان شاعر الثورة الفرنسية، حين نجح الثوار أعدموه. يا الله. الشعراء قصص حزينة في هذا كثيرة. ولوركا كذلك في إسبانيا. لوركا عندي يعني ومضى عنه أنهم اغتالته رصاصة. نعم. وهو أيضا شاعرهم كما تعلم. الشعراء في هذا يقتحمون قبل غيرهم. يا سلام. لا تنسى أنهم أصحاب قول، القول يسبق الفعل. أنا فعلا أقولها في الشعر أكثر من مرة قلتها، الفعل أصله قول. حسن. نية فقول هيا بنا ثم ننفذ. فعلا. مهما كان الفعل. فهؤلاء الشعراء طالما فعلوا ذلك وسيفعلون. حسنت. والأصيل منهم يبقى أصيلا وإن ضحى بنفسه. ختاما، من الشاعر الذي يستحق الخلود من وجهة نظر مكي النزال، شاعرا ومثقفا إنسانا؟ يعني الشاعر حقيقة أنا أنحاز للشعراء، كل الشعراء، الشعراء الحقيقيون الذين عندهم ملكة الشعر وأدواته واستطاعوا أن يصلوا إلى قلوب الناس ولم ينسلخوا عن قضاياهم الأم. يعني أنا أتمنى أن بداية كل الشعراء يخلدون كل النماذج الشعرية المطروحة في الساحة كما نقول، ولكن الذي يستحق أكثر هو الشاعر الذي يحمل لواء قضيته. حسنت. ويحمل رسالته في قلبه وشعره ويضحي من أجل ذلك. وصفت فأنصفت. يعني مر الوقت سريعا أستاذ مكي النزال، الشعر العراقي الجميل جدا والممتع حقا والبارع إلقاء وكذلك إجابة لم تخلو من حكمة ولا من نصح، وكذلك نضج التجربة كان حاضرا في صوتك وفي إجابتك العالية. وصلنا إلى الختام، ماذا تقول في الختام؟ أقول أحييك يا أستاذ مصطفى. شكرا. وأنت لك. الشاعر، وأحيي الكادر وأحيي القناة، وقبلكم إن سمحتم لي أحيي أهلنا في العراق وفلسطين والجزيرة العرب ونحن والمغرب، أيضا نضم صوتنا إلى صوتك، وتونس ونحييهم والجزائر معك. أحييهم وأقول لهم أصغوا إلى شعرائكم حين يحملون رسالتكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. دائما كونوا في أمان الله.